السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في كوليجي ديال ليكزام ناسيونال 2012 لابارتي اللي كتخص لو مارشي. هاد ليكزام هذا ديال الشعب ديال سيونس ايكونوميك. من قبل كنا خدمنا لي زيكزام ديال سيونس دو جيستيون كونطابيليتي من 2010 حتى 2019، فدابا حنا خدامين ديال سيونس ايكونوميك. غادي ندوزو نشوفو الكوريجي ديالنا اللي عطاو لينا هو هذا في الدوكيمون نيميرو 1، هو اللي كيخص لو مارشي في ليكزام 2012. كوم تيتخ ديال الدوكيمون هذا قالوا لنا لو مارشي دو لا بينتور او ماروك، يعني السوق ديال الصباغه في المغرب. التكست ديالنا هو هذا، قالوا لنا اون دي بي دون فورت سيزوناليتي دو لاكتيفيتي لاندستري دو لا بينتور كونتينو دو فوار لونسومبل دو سي كلينيوتون فيغي اوفر. على الرغم من موسميه الانشطه، فمؤشرات ديال صناعه الملونات او صناعه الصباغه يعني بداو كيشعلوا بالاخضر، يعني المؤشرات ديالهم كاين فيهم واحد التحسن. دون لو سياج دو لا بون تينو دي سيكتور باتيمون اي ترافو بوبليك لي بي تي بي، سيت اكتيفيتي اورا ميز او بروفي لو ديفلوبمون دي انفراستركتور توريستيك دون لو كادر دو لا فيزيون 2020. هذا التحسن هذا جانا نتيجه ديال التحسن ديال القطاع البنايات والاشغال العموميه اللي هو بي تي بي. هذا التحسن غادي يكون في صالح البنيه التحتيه السياحيه في اطار الرؤيه ديال السياحيه ديالنا ديال 2020. Ainsi, sur la période 2006-2010, cette industrie aurait affiché une croissance annuelle moyenne de 7,7%. وبالتالي ما بين المدة ما بين 2006 و 2010 هذا القطاع هذا ديال الملونات يعني ديال الصباغة زاد كل سنة بواحد المتوسط ديال 7.7%. يعني هذا القطاع هذا ديال الصباغه ما بين 2006 و 2007 بقى غادي وكيزيد بواحد المويان ديال كل سنه ب 7.7%. كوفران بري دو 98% دو لا دوموند ناسيونال، لا برودكسيون انيوال دو بينتور سيت ايتابلي ا 200000 طن ان 2009. فهاد القطاع هذا ديال الصباغه كيغطي لينا 98% من الطلب الوطني. الانتاج الوطني ديال الصباغه ديالنا وصل ل 200000 طن في 2009. Les importations proviennent notamment de la France, l'Espagne et les États-Unis. والواردات بالاساس كيجيونا من فرنسا واسبانيا والولايات المتحده. فاش كنقول الواردات فحنا هادرين غير على 2%، اما هذيك 98% الاخرى فحنا كنديروا ليها الانتاج في المغرب. الانتاج ديالنا ديال الصباغه في المغرب وصل في 2009 ل 200000 طن. يعني 200000 طن كنصوبوها في المغرب اللي هي كتمثل لينا 98% من الطلب الداخلي. هذيك 2% اللي بقات كنستوردوها من فرنسا واسبانيا والولايات المتحده. Comparativement aux pays voisins, la consommation annuelle moyenne de peinture par habitant demeure plutôt faible au Maroc. يعني مقارنة مع الدول المجاورة ديالنا متوسط استهلاك كل شخص للصباغة بقاقي ضعيف. Tandis qu'elle est de 4 kg au Maroc, cette même consommation est de l'ordre de 7 kg en Tunisie, 12 kg en France et 25 kg en moyenne en Europe. في حين أن كل شخص كيستهلك سنويا تقريبا 4 كيلوغرام ديال الصباغة في المغرب، فهاد الاستهلاك هذا ديال الصباغة وصل 7 كيلوغرام في تونس، 12 كيلوغرام في فرنسا و 25 كيلوغرام كمتوسط الاستهلاك ديال السكان الأوروبيين ديال الصباغة. Le chiffre d'affaires global est concentré sur un nombre limité d'opérateurs. فحجم المبيعات متمركز على عدد قليل ديال الشركات اللي كيديروا الانتاج ديال الصباغه في المغرب. La structure du chiffre d'affaires de ce secteur se présente comme suit. فالهيكله ديال المبيعات في هذا السوق هذا ديال الصباغه كتمثلنا على الشكل التالي. هي هذه اللي عندنا لا بار اون بورسونتاج دي اوبيراتور دو مارشي دو لا بينتور او ماروك. يعني كل اوبيراتور في المارشي عندنا ديال الصباغه غادي نعطيوه لا بار ديالو اون بورسونتاج. لا بار الاولى اللي عندنا هي ديال بن حاج واخوانه ديال 28%. يعني الشركه سميتها بن حاج واخوانه عندهم لا بار دو مارشي ديال 28%. من بعد عندنا لا بار ديال كولورادو كتساوي لينا 23%. عندنا عاوتاني لا بار ديال بروديك اللي كتساوي 17%، وشركات اخرى بلا بار ديال 32%.
هذا هو هذو هما لي بار لي مارشي ديال لي زوبيراتور اللي عندنا في المغرب اللي كيديروا البرودكسيون ديال الصباغه زياده على التكست اللي عندنا من قبل كيمثلوا لينا لو دوكيمون نيميرو 1. غادي ندوزو دابا نشوفوا لي كيسيون اللي عطاوهم لينا كيتعلقوا بالدوكيمون نيميرو 1. قالوا لنا اول كيسيون ايدونتيفي لو تيب دو مارشي سولون لوبجي، يعني هاد الكيسيون هذا دائما كيتعاودوا، ديجا خدمتو معكم بزاف ديال لي زيكزام كيكون عندنا ايدونتيفي لو تيب دو مارشي سولون لوبجي. جوج قالوا لنا ابارتيغ دو دوكيمون نيميرو 1 اللي شفناه دابا، ا كاركتيريزي لو مارشي ماروكان دو لا بينتور، يعني عطينا شنو هما لي كاركتيريستيك ديال الدوفر وشنو هما لي كاركتيريستيك ديال لا دوموند. بي قالوا لنا بريسيزي لو ريجيم اكطويل دو مارشي دو لا بينتور او ماروك، يعني شنو هو لو ريجيم دو مارشي اكطويل ديال الصباغه في المغرب، وعطينا جيستيفيكاسيون. هادو هما لي كيسيون اللي عطاهم لينا، فكنتمنى هنا ديروا بوز ديروا شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي دو كيسيون هادو. فديجا خدمنا بزاف ديال لي كيسيون بهذا الشكل هذا، يعني الا كنتو خدمتو معايا من الاول فغادي يجيكم ساهل هاد ليكزام هذا، كيف ما الا خدمتو جميع لي زيكزام اللي كنعطيكم فليكزام ديالكم ان شاء الله غادي يجيكم ساهل. فهنا ديروا بوز وديروا شي محاوله باش تجاوبوا عليهم بوحدكم عاد باش من بعد تشوفوا الكوريجي. فكنتمنى تكونوا درتو بوز ودرتو شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي دو كيسيون هادو. غادي ندوزو دابا نشوفو لي ريبونس ديالنا. غادي نجاوبو على الكيسيون الاول اللي قالو لنا فيه ايدونتيفي لو تيب دو مارشي سولون لوبجي. فلو تيب دو مارشي سولون لوبجي في هاد الحاله اللي هضرنا عليها حنا دابا في التكست نيميرو 1 هو لو مارشي دو بيان اي دو سيرفيس، يعني هو السوق ديال السباغه، يعني سي تان بيان. داكشي علاش قلنا لو تيب دو مارشي سولون لوبجي في هاد الحاله هو المارشي دو بيان اي دو سيرفيس. غادي ندوزو نجاوبو على الكيسيون 2 A اللي قالوا لنا فيها كاركتيريزي لو مارشي ماروكان دو لا بينتور، يعني سولون لوفر سولون لا دوموند. اول حاجه غادي نبداو بها هي لوفر. بالنسبه للطلب عندنا اول كاركتيريستيك ديالو قالوا لنا لا برودكسيون ناسيونال كوفر 98% دي بيزوان دو مارشي، يعني الانتاج الوطني ديالنا كيكوفري لينا 98% من الطلب الداخلي ديالنا. الطلب الداخلي ديالنا الانتاج ديالنا الداخلي وصل ل 200 الف طن في 2009. كاركتيريستيك ثانيه قالوا لنا لا برودكسيون ناسيونال اي كومبليتي بار دي امبورطاسيون دو لا فرانس الاسبان اي ليتازيني، يعني قلنا الانتاج ديالنا كيغطي 98% من الطلب الداخلي، هذيك الفارق اللي بقى عندنا يعني ديك 2% اللي بقات كنستوردوها من فرنسا واسبانيا والولايات المتحده الامريكيه. ترويزيام كاركتيريستيك قالوا لنا كونسونطراسيون دو لوفر دون لي مان دو كالكوز اوبيراتور، يعني لي زوفرور عندنا قلالين. لي زوفرور عندنا تقريبا كيف ما وريتكم في هذاك الدائره اللي شفنا من قبل كاينين تقريبا عندنا ثلاثه لي برينسيبال وعندنا دي زوتر دي انتربريز اللي كيديروا البرودكسيون ديال لا بينتور. هذا فيما يخص لوفر. غادي ندوزو دابا نشوفو لا دوموند. كاركتيريستيك الاولى ديال لا دوموند عندنا كاين لا دوموند سيزونيير، يعني موسمي، صباغه موسميه اللي قالوا لنا هي اول حاجه قلناها في التكست. كاركتيريستيك الثانيه قالوا لنا لا كونسوماسيون انيوال موين دي بيتيو دي زابيتون اي فيبل، يعني الاستهلاك ديال المغاربه ديال الصباغه في العام فهو 4 كيلوغرام، يعني راه ضعيف بارابور دوتر بيي مثلا كتونس اللي كتستهلك 7 كيلوغرام لكل شخص في السنه. هذا فيما يخص الكاركتيريستيك الثانيه. غنشوفوا الكاركتيريستيك الثالثه. كاركتيريستيك الثالثه قالوا لنا لا دوموند اي لو في دي ميناج، يعني لا دوموند كيديروا لي ميناج لي زونتربريز et des administrations le fait de multitude de demandeurs، يعني عندنا بزاف ديال الناس اللي كيطلبوا الصباغه بزاف، عندنا لي ميناج اللي هما العائلات لي زونتربريز اللي هما الشركات و لي ادمنستراسيون بوبليك اللي هما الادارات العموميه، يعني الناس اللي كيدومونديو هاد البيان هذا فعندنا بزاف. باغ كونتر كيف ما شفنا في لوفر عندنا شركات قلال اللي كيديروا لوفر، منها غادي ندوزو الريبونس على الكيستيون بي اللي قالوا لنا فيه بريسيزي لو ريجيم اكطويل دي مارشي دو لا بينتور ماروك مع لا جيستيفيكاسيون. فعندنا لو ريجيم دو مارشي في المغرب ديال لا بينتور هو لوليغوبول، علاش؟ حقاش عندنا لا دوميناسيون دو مارشي باغ تخوا غروند بروديكتور، يعني ثلاثه ديال الشركات كبار اللي كيديروا البرودكسيون ديال الصباغه في المغرب اللي كيف ما شفنا هما ديك الشركه ديال الحاج واخوانه، وعندنا كولورادو وعندنا بروديك فاس ا ملتيتود دو دوموندور. في المقابل ديال هاد ثلاثه الشركات هادو عندنا واحد العدد كبير اللي كيديروا لا دوموند ديال الصباغه كيف ما وريتكم انهم هما العائلات والشركات والادارات العموميه.
هكا غنكونوا جاوبنا على هاد لي دو كيسيون هادو. وهنا كيتسال الكوليجي ديالنا، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا عندكم شي استفسار خليو ليا في لي كومونتير. ما تنساوش باش تشجعوني ديروا ابوني جيم وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم. نشوفكم في فيديو الماجي ان شاء الله. السلام عليكم.